أزمة سياسية جديدة عم تحيط ملف الانتخابات النيابية بعد سعي بعض الجهات السياسية لإجراء تعديلات على قانون الانتخاب بمجلس النواب، الأمر اللي أثار حفيظة رئيس المجلس نبيه بري إذا اعتبر أنه أي تعديل اليوم رح يفتح الباب لتطيير الانتخابات النيابية. فهل التعديلات المقترحة بتشكل مخاوف فعلية من الإطاحة بالانتخابات، أم القبول والرفض بيرتبطوا بس بالمصالح الانتخابية؟ في تخوف يعني أنه يكون في حدا عم بجرب، يعني فجأة الاستفاقة على شغلات، يعني مثلا حدا بيقعد 6-7 أشهر بيرفض رفضا باتا، الحكي بالتسجيل المسبق، فجأة قبل 15-20 يوم وفقنا على العملية وصرنا منا هلأ تسجيل سنتر ومصر وميجا سنتر وميجا سنتر. كان لابد من الاستعانة بالرائد السوري لمعرفة ما إذا كان في إمكانية قانونية لإجراء أي تعديل على قانون الانتخاب قبل مدة قصيرة من الاستحقاق، كما لمعرفة مصير الانتخابات إذا صار التعديل. ليش بدها تطير الانتخابات ما دام القانون نفسه نص على وجوب أن يعدل من أجل اعتماد البطاقة الممغنطة؟ معناتها القانون ترك الأمر معلق وأوجب العودة لمجلس النواب من أجل معالجته. وبعد ما صدرت بعض الأصوات الملمحة لبعض النوايا الخارجية للإطاحة بالاستحقاق النيابي، هل فعلا في مساعي دولية أو إقليمية لزعزعة هيدي الانتخابات؟ الخارج بمفهومه الواسع والكبير والدولي 100% داعم لإجراء الانتخابات النيابية ويطالب فيها. مصادر سياسية عبرت عن قلقها من إمكانية ربط تعديل بعض بنود القانون بتأجيل الانتخابات حتى يتم تنفيذ التعديلات وفق المهل القانونية إذا تم إعطاء المجال لفتح دورة استثنائية لهذا الغرض. هاي الانتخابات يعني صعب جدا على حدا يقدر يعني يلعب هاللعبة هيدي بأنه تأجيل أو تطيير. واتهمت المصادر أخيرا مقترحي التعديل بأنه اكتشفوا مؤخرا بأنه القانون الانتخابي بشكل خطر حقيقي عليهم، ولهذا السبب في سعي اليوم لرفض إجراء الانتخابات من دون إنجاز التعديلات والإصلاحات بشكل بتم في إلغاء البطاقة البيومترية والميجا سنتر حتى ما تتعرض نتائج الانتخابات للطعن. محمد زهوي، تلفزيون نشرة.